اللي جاي يعني ايه اعمل رز معمر في الحله ويطلع لي بطعم ويطلع لي بشكل ويطلع لي عامل لي زي التورته كده جوه الحله، هيعمل لي قرص كده جوه الحله. ازاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. يلا بينا الاول نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا عندي كيلو رز مغسول ومتصفي، كوبايتين من شوربة اللحمة، ما عندكيش شوربة يبقى كوبايتين مية عادي جدا، وكوبايتين لبن. مقدار كيلو الرز هياخد 4 كوبايات سوائل، هياخد كوبايتين مية أو شوربة، وهياخد كوبايتين لبن، وهياخد كمان معلقة صغيرة سكر، وهياخد معلقة صغيرة ملح، ومعلقة سمنة، ومعلقتين قشطة، وهشتغل فيه بالزيت والسمنة مع بعض. هي دي المقادير بتاعتنا. أهم من المقادير بقى الخطوات اللي هنعملها مع بعض. تاني نقول المقادير تاني يا استاذ احمد لو تحب، ولا ايه؟ زي ما انت عايز. لا خلاص يلا بينا، احنا قلناها يا جماعه خلاص. هعمل ايه بقى؟ قبل ما احط الرز على النار قبل ما احط الرز على النار عندي كوبايتين لبن اهم، شيل بس كل ده كده، كوبايتين اللبن، وعندي هنا في قشطه. يا سلام بقى، يا سلام يعني لو القشطه دي بلدي، عيشي طعم الرز المعمر الفلاحي الاصلي. هنا كوبايتين اللبن، هاخد فيهم معلقه قشطه احطها كده اهي، بصوا، وادوبها كده. شفتي بقى مين حبيبتي بقى اللي بتقول كده؟ شفتوا بقى سميره مختار بتقول انا عملت الفول المدمس وحطيت عليه دقيق فتخن مني قوي وبقى يابس، اعمل ايه؟ طب احنا قلنا دقيق؟ لا، احنا حاطين معلقتين رز يديكي تخن طبيعي للفول زي الجاهز بالظبط واحسن من غير ما يختم معاكي. ليه حطيتي دقيق طيب؟ ليه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ليها حل؟ ان شاء الله ليها حل. حطي الفول تاني على النار وسخني ميه، وحطي اول ما يبتدي كده هتلاقيه كده بتخين بس هيبتدي يسخن معاكي، تروحي مزوده ميه سخنه وتقلبي وتوطي النار خالص وتسيبيه ياخد ويدي تاني مع الميه السخنه، ان شاء الله يظبط معاكي. يا جماعة والله شوفوا حبايبنا الناصحين اللي عملوا بالظبط الرز المعمر زي عملوا الفول زي ما عملناه، شايفين النهاردة فرحانين ومبسوطين ازاي؟ ولا كلمة، هيطلع لك فول عظمة بأمر الله. يلا بينا بقى ندخل على الرز المعمر اللي واكل عقلي بجد. ادي شوية زيت، زيت وسمنة، وهناخد كمان معلقة سمنة. خلينا متفقين الرز المعمر دسم، الرز المعمر بياخد بيحب السمنه ويحب القشطه ويحب اللبن، ماشي كده؟ يبقى ادي زيت وسمنه ماشي. وبعدين هقلب كده كويس. ممكن تفكروني حبايبنا على اللايف تفكروني بطاجن الباميه اللي في الفرن عشان ما انساهوش. ممكن هنزل بقى بالرز كده اهو. انا حطيت الملح بس على الرز واديته كده تشويحه، الزيت ابتدى يديله لمعه حلوه ويتشوح كده كويس قوي مع الزيت والسمنه بالشكل ده، حلو الكلام. وبعدين هروح حاطه معلقه صغيره سكر، سكر على الرز المعمر الحادق، ايوه، عشان يديكي نفس طعم الرز المعمر بتاع الطاجن بالظبط اهو، مش هيتسكر هو حادق، بس المعلقه الصغيره السكر دي روعه، بتبقى سكر بجد ماشي كده. وبعدين هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هناخد الاول بسم الله من الشوربه. انا عندي شوربه زي ما قلت لك، عندك شوربه، عندك ما عندكيش هيبقى ميه عادي، ما فيش اي مشكله خالص. هاخد الشوربه بمقام كوبايتين، يعني كيلو الرز هياخد 4 كوبايات، 2 لبن واتنين شوربه او ميه. ادي 2 اهم كده، حلو الكلام اهو، ونغطي على الشوربه. وبعد كده هروح جايبه كوبايتين اللبن اللي انا دوبت فيهم القشطه، واحطهم كده بالقشطه اللي اتدوبت فيهم. والله يا جماعه عايزه اقول لكم النهارده في القناه طول ما الحله بتستوي الكل عمال يقول ايه الريحه الحلوه دي، يعني الكل عمال يقول ريحه الرز جميله. وبعدين هقلب كده، بصوا بقى حتت القشطه اللي دابت مع اللبن باينه ازاي على وش الرز اهو. كيلو الرز يا جماعه هياخد معانا كوبايتين شوربه او ميه وكوبايتين لبن، وهياخد معانا معلقه صغيره ملح، وهياخد معلقه صغيره سكر.
كده، واول ما هيتشرب دلوقتي هروح حاطه معلقه القشطه الثانيه. انا كان عندي معلقتين قشطه، معلقه دوبتها في كوبايتين اللبن اللي حطيتها معاهم، المعلقه الثانيه هتتحط على وش الرز كده اهو، هستناها بس لما تتشرب. عايزه تعمله في الحله رز حلو، كل حاجه نفس المقادير بالظبط، بدل الشوربه طبعا هيبقى ميه، والسكر طبعا هيزيد، يعني مثلا هيبقى معلقتين سكر او على حسب ما انت تدوقي اللبن وتشوفي، والملح هيبقى رشه، يعني برده ملح وبرده سكر، بس الملح هيبقى ايه يا دوبك رشه بسيطه جدا. عايزين بقى نشيل كل ده عشان فرشه رمضان الجميله دي تبان معانا. وايه؟ اه برافو عليكي، ونسيت الفانيليا، وهيتحط فانيليا. ماشي يا اسراء، تعالوا بقى نشوف كده. بصوا انا سايباه لغايه بس ما يتشرب عشان عايزه اوريكم الحركه دي. اه طبعا تعملوا في الطاجن مفيش اي مشكله خالص. بمناسبه الطاجن بقى، احنا الطاجن بتاعنا بقى قمر قمر، عايز بقى يخرج من الفرن حالا. نسيبه شويه اهو، نسيبه. ماشي ماشي كده، انا بس مستنيه بس اوريكم حركه القشطه دي. بص يا حبيبتي عشان هو لسه هياخد وقت، هقولك الحركه. اول ما يتشرب، اه بس لسه شويه على ما يتشرب، اول ما يتشرب خالص ما فيهوش سوائل خالص خالص، هتوطي عليه النار بقى، والمفروض تكملي سواه. بعد ما توطي عليه النار خالص هتروحي واخده معلقه القشطه موزعاها كده في كل حته، يعني هي معلقه واحده هتوزعيها كده. ايه اللي هيحصل بقى بعد ما هتوطي عليه خالص وتعملي الحركه دي؟ هتلاقي الرز اتشرب تماما، آه، وعمل لك قرص لوحده. سبحان الله، والله يا سعيد زي ما بقول لك كده، الرز بيتشرب وبيروح عامل قرص مدور كده في الحله، تقعدي تسلكيه كده بالراحه وتروحي مزحلقاه كده من الحله في الطبق زي ما هوريه لكم دلوقتي. لما يجي طعمه حلو جدا، شكله حلو، شكله جديد، اللي هيشوفه عندك يقول لك دي تورتايه دي ولا ايه.